بالداس غادي نكري واحد الاوبجيكت وغادي نريفيرونسيو لواحد البروتوتايب ديال واحد الكونستراكتور ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نتشيكيو واش هذاك الاوبجيكت از ريفرنس ديال هذاك البروتوتايب ديال الكونستراكتور سو غادي نشوفوا اشنا هي الميثود اللي كتخون لنا نديروا هذا الشيء وغنديروها اكسبليسيتلي وامبليسيتلي نبداو الداس ديان اجي نشوفوا التراتب ديال الكود كيفاش غادي نكريو اول حاجه قلنا غنكريو كرييت ان engine object وثاني حاجه غادي نكرييو واحد الكونستراكتور بروزر وغادي نحاولوا نشدوا هذاك انجن ونبوينتيو على البروزر كونستراكتور اون كرييت ا كونستراكتور بروزر ثالث حاجه قلنا ان ريفيرونسيو ريفيرنس ذا اوبجكت اش من اوبجكت انجن تو وات تو ذا بروتوتايب of browser اوكي شي اللي بغينا نديرو كيفاش الاوبجي هو الاول دونك هاد الكومنت اللي كنديرو بغي واحد التراتب ديال الكود باش يعطيني اللوجيك اللي باغي نمشي بها اي من بعد من غادي نكري من غادي نبوينتي هذيك انجن على البروزر بروتوتايب غادي نكري كرييت ان انستانس اوف ذا بروزر كونستراكتور اكري واحد الانستانس جديد يعني غادي نكري واحد البروزر جديد في الاخر واللي كيهمنا حنا من هادشي كامل هو كيفاش نتشيكيو كو واحد الاوبجيكت راه مريفيرونسي وسط من داك البروتوتايب check if an object is a prototype of what is a prototype of the constructor اوكي فاش غادي نديرو هادشي دونك حطينا التراتب ديال الكود ديالنا الكومنت مهمين كيعطيوك اللوجيك باش غادي نتايا كيعطيوك ستيبس اللي باغي ديرهم نتا او نيفو ديال واحد البيزنس لوجيك دونك هنا حطينا كلشي البلو برينت ديال الكود ديالنا شنو غادي يكون فيه دونك بداو بالاوبجيكت اللي هو انجن وغادي نعطيه كبروبرتي تايب او في 8 اوكي هذا انجن هذا هو الاوبجيكت الاول كرينا ستيب 1 كملات ستيب 2 كرييت ا كونستراكتور بروزر دونك كنكري واحد الفانكشن بروزر هاد البروزر شنو عنده؟ عنده سمية دونك غنخدم بنيم والارجيومنت غنخدم بديس نيم باش يتشونج داكشي دايمكلي دونك نيم هنايا دونك كملنا شنو؟ كملنا ستيب نمبر 2 اللي هي كرييت ا كونستراكتور بروزر اللي كيهمنا هنا هو خاصنا نريفيرونسيو اشنو؟ خاصنا نريفيرونسي سيدي هاد انجن للبروتوتايب ديال البروزر دونك البروتوتايب ديال البروزر غادي نبوانتي هاد انجن على البروتوتايب ديال البروزر كيفاش غادي ندير هادشي دونك غادي نمشي هنايا وغادي نشد بروزر بروتوتايب وغادي نريفيرونسي لها بهاد الايكوال ساين اشنا هو انجن دونك شنو درت هنايا الا مشيت درت كونسول لوك بروزر بروتوتايب غنشوفكم كوا افيشيالي شنو افيشيالي هاد تايب في 8 مزيان دونك شنو درت هاد انجن وانتي تهلا شنو على هاد البروتوتايب دونك ولاش واحد ريفرنس اي باش يتاكدوا لي هنا الامور هنايا الا حيت هاد البروتوتايب انجن وحيت يعني ديكومونتيشا كنشوفكم كوا كي افيشي لي كونستراكتور اون فوا كان ان كومنت شنو كي طرا كي افيشي لي الاوبجيكت دونك شنو طرا ريفرنسي هاد انجن للبروتوتايب دونك غتولي اكسيسيبل او نيفو ديال البروتوتايب ديالي ستيب نمبر 3 كملات ريفرنسينا الاوبجيكت انجن the prototype ديال constructor browser step number 4 شنو غنديرو create an instance of browser دونك غنكري واحد البروزر جديد const browser equal what equal نخدمو بnew browser دونك غنكري واحد البروزر جديد وغنعطيه كسميه google chrome اي الى جيت هنا درت console log للبروزر شنو عطاني عطاني google chrome مزيان لحد الان ما كاينش مشكل كنقدر ناكسيدي ليش كنقدر ناكسيدي للنيم قول واش نقدر ناكسي ديال التايب اه هو في 8 علاش لانني ما فرونسيش هنايا مي الى كومونتيشو ما غاديش يعطيني هاد الكا نقدر مثلا نمشي لك وحده اخرى ونزيد واحد الاوبجيكت وحده اخرى نسمي بيرفورمانس جاست از ان اكزامبل نعطيك فاليو 128 ميجا بايت ولا واتيفر او غادي نجي وغانا ريفيرونسي هنا بيرفورمانس اي من بعد غادي نجي هنا وغنحاول ناكسي ديال اش فاليو ها هو عطاني 128 يعني ولا اكسيسيبل ولا افيشيت غير بروزر غيعطيني هنايا جوجل كروم يعني ولا اكسيسيبل
ما نديروش بحال هكا مثلا انجن او بيرفورمانس. لا راه خصنا نبوانتيو غير واحد الاوبجيكت واحد على البروتوتايب. اوكي دونك نخلينا في انجن, نحيد هاد البيرفورمانس ما ناكتيديش ليه. دونك لحد الان سالينا ستيب نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 كاين الانستنس ديالنا اي كنقدروا ناكسيديو الانجن. مي المشكل فين كاين ولا شنو هو اللي باغي نوصلوا ليه حنايا, هي ستيب الاخر كيفاش نقدر. هذه الكواش تبعوا معايا ديما كون لوجيك الاسئله ديالك, كيفاش نقدر نتشيكيو واش واحد الاوبجيكت راه كاين في ذاك البروتوتايب. كيفاش دونك حنا ريفيرونسينا, ولكن اون نيفو ديال البيزنس لوجيك ديال البروغرام ديالي بغيت نتشيكي واش كاين. كيفاش نقدر نوصل لهادشي؟ كاين واحد الميثود اللي غادي اوتوماتيكمون تمابيت الاوبجيكت انجن ولا لاي اوبجيكت كنكريو. دونك غندير انجن وغنعطي السؤال ديالي از prototype of what of browser. دونك هادي كويشن. تخيلوا هاد الكود كابستراكشن ديال واحد الكويشن. دونك انجن اللي هو الاوبجيكت كان تشيكيو واش از prototype of what of browser وعطاني ترو. علاش؟ لان ما ريفيرونسي هنا. الا جيت درت بحال هكا غنقول ليا فولس. نرجعو ثاني لهاد الكا ندير بيرفورمانس, ندير بحال هكا نعطيك بيرفورمانس ونتشيكي واش performance is prototype of browser وعطاني true. نرجعو الانجن هي اللي انتريستي حنا بها. انجن مزيان, انجن براوزر يعطاني true كيف ما قلنا الى كومونتيتو. دونك ما ريفيرونسيتوش اوتوماتيكمون غيعطيني فولس. دونك تعلمنا هنا كيفاش نتشيكيو واش واحد الاوبجيكت اللي كريناه is a prototype of واحد الكونستراكتور. مزيان, من هنا حنا عارفين كو عندنا واحد الاوبجيكت انجن. تخيل معايا انا اون نيفو ديال البروغرام ديالي ما عارفش فريمون واش هاد الاوبجيكت كاين ولا از بروتوتايب اوف براوزر. دونك خصني نعكسها, خصني نقلب لك هنايا ولا خصني نقلب الكويشن ديالي لشويه لوجيك. دونك شنو غندير هنا؟ غادي نخدم بواحد الميثود اخرى اللي نقدر نتشيكي بها ماشي اكسبليسيت حتى لهاد النيفو, وغادي نخدم بالاوبجيكت كونستراكتور وغنخدم بواحد الميثود اللي هي get prototype. دونك غادي تجبد لي البروتوتايب ديالاش ديال هاد براوزر. مزيان, شوف افيشاليه تشاي في اتش. دونك تشاي في اتش شنو هي فاليو ديالاش ديال انجن. دونك باقا ما كملاش لحد الان جبدنا غير البروتوتايب ديال براوزر, باقا اللوجيك ديالنا ما كاملاش. غنديروا واحد تشيك بالدبل ايكوال ساين باش نتشيكيو واش هاد انجن كاين وغيعطيني ترو. دونك هاد الميثود اكسبليسيت, هاد ما كنكونوا عارفينكم كاين واحد الاوبجيكت وهو بروتوتايب ديال واحد الكونستراكتور. باغ كونتر هنايا ما كنكونوش عارفين واش داك الاوبجيكت از ا بارت اوف ذا كونستراكتور ولا لا. وناخذ اكزامبل, ناخذ مثلا هاد بيرفورمانس ونتشيكيه غيقول لي false. دونك هنا كيبقى على حسب البيزنس لوجيك اين هي الفونكشناليتي ولا اين هي الميثود اللي صالحه لك. دونك سا ديبون ديال البروغرام ديالك شنو فيه, ولكن لحد الان اللي وصلنا ليه ديروا هادين كومونتيرهم بجوج. اللي وصلنا ليه كدرنا ستيبس كاملين, ستيب الاولى كاين الاوبجيكت, ستيب الثانيه كاين واحد الكونستراكتور, ريفيرونسينا واحد الاوبجيكت البروتوتايب ديال الكونستراكتور, من بعد كاين واحد الانستانس جديده, وفي الاخر تشيكينا. حنا اللي كان كيهمنا في هاد الستيبس كاملين هو كيفاش نتشيكيو واحد ريفيرنس اوبجيكت لواحد البروتوتايب. Thanks for watching this video.